أعلننا سابقا طبعا، وهذا يمكن حصري عندك، أعلننا سابقا أن فيه دورة تدريبية لأحد الطاقم، بل دورتين تدريبية. الدورتين هذه دورة تدريبية راح تكون زيدان الوايلي المخرج، راح تكون في أرقى مراكز التدريب في الوطن العربي عشان نطور من مهنية زيدان. هو مهني جدا وعملي، لكن احنا نبغى نطور موهبته. وين تبي توديه؟ في مركز تدريب عالمي. لا بس وين 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 تبي توصل يا ولد؟ اشهدوا بالله انه محترف والله صدق. والدورة الثانية راح تكون لعبد العزيز العصيمي. احنا نستثمر في الشباب، نستثمر في الطاقات، وهذا هدفنا. يعني هدفنا ان الكوادر اللي عندنا حتى المقدمين، يعني احنا ان شاء الله في نهاية البرنامج راح نستهدف كذا مقدم نرسلهم نفس المركز. طبعا هو خارج السعودية. تكفى انا ترى والله اني اشوف انت ممثل، انت ممثل. تكفى يا سعودية ولد انا ابي تبي تمثل والله يا ولد، انت شغلت مع ام بي سي، ام بي سي قد عملت تمثل. تبي تمثل؟ تبي تمثل؟ تكفى يا ابو عبد الله، ترى في زيدان ذي الايام شغال، ترى اشوفه قاعد يكتب، خلني ادفك. تكفى يا علي، اسمع اسمع اسمع، انا مستعد اوقع على سند اني اذا ما اجت ياخذ علي 50 ولا ابي فلوس، ابي بدايه. انا 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 احترم المهنيه زين لك مني. والله اسمع اسمع اسمع، طيب اسمع اسمع، زيدان الحين قاعد يكتب، في عمل قاعد يكتبه زيدان، تمام؟ لك مني اني اسعى بكل ما اوتيت من قوه اني اتوسط عن زيدان. والله اني اقولها صادق، ليش؟ انا ما راح افرض عليه، لان انا معطيه الخيط والمخيط. ابي اجيه بطلب طلبه، وصلوا لي طلبتي ذي زيدان، انت وصلوها زيدان، انا اطلبك طلبه اذا في امكانيه بهاج يكون في العمل القادم حقك اللي انت شغال عليه الان، اللي زيدان يقول انه بيشغلني. لا خلاص، انه نقطه خلاص. زيدان العمل هذا الفتى الوسيم اللي قدامك واعي، هو زيدان تم واعي ذا الحين. كنا في القناة والله، طلعنا قبل الساعة 6 طلعنا. تكفى زيدان الولد اليتيم، تكفى، كن والدي في الإعلام وفي الشاشة. إيه والله، اسمع يا ولد أنا ناجح.